قبل عامين من الآن، عندما كنت ستسمع نهاية أوروبا، كنت ستقول أنها من المستحيلات. هل كنت تظن أنه من الممكن نشوب حرب في أوروبا؟ هل كنت تظن أنه من الممكن حدوث كل هذه الأشياء؟ أظن أن أغلب الأجوبة ستكون بلا، لكن حركة التاريخ تقول لا عز يدوم لأحد، وأن نظام العالم يعاد تشكيله للمرة الثالثة بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، أزمة الغاز الغير مخطط لها، ارتفاع سعره بنسبة 550% في العام الأخير، تضرر الاقتصاد والصناعة، ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة والكهرباء، والكثير من الأزمات التي توالت على أوروبا بسبب الحرب التي نشبت على أبوابها والتي كانت تبدو على أنها بين دولتين وأنها ستنتهي سريعا، لكنها في الحقيقة هي حرب كونية ترسم بعد نهايتها ملامح النظام العالمي الجديد. فعلى ما يبدو أن بوتين يسعى للإطاحة بالنظام العالمي القديم، فأراد الحرب في أوكرانيا لتكون فقط البداية. فعلى الورق هي حرب بين روسيا وأوكرانيا، وعلى الأرض وفي الجوهر هي حرب بين روسيا وأمريكا. اليوم كل الحديث عن دمار وخراب وقتلى وتشرد ونزوح ولجوء. بعد نهاية هذه الحرب لن تكون كنهايات الحروب الأخرى، وأن العالم الذي سيخرج لن يكون أبدا كالعالم الذي عشناه قبل الحرب، وأن القيادة المطلقة لن تكون لأمريكا وأوروبا، وستكون هناك علاقات وتحالفات مختلفة ونظام دولي لم نعهده من قبل. على ما يبدو أن أفريقيا لن تكون أوروبا الجديدة بعد تضررها هي الأخرى من الأزمة، ناهيك عن المشاكل والحروب الأهلية التي تعاني منها، لكنها تحاول البحث عن مقعد في العالم الجديد لامتلاكها الثروات الطبيعية المهمة والضرورية لاقتصاد العالم. لكن أوروبا الجديدة سيكونون العرب، وبالخصوص الشرق الأوسط. هذا ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فعلى الرغم من التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، إلى أن ملامح رؤية سياسية واحدة تجمع البلدان، فكلاهما اخترت الانفتاح على أفق جديد اقتصاديا مثل الصين وروسيا، كما أن في الخليج العربي وما حوله يوجد موقع جغرافي متميز ورؤية اقتصادية ناجحة، مدن عربية مزدهرة كدبي وأبوظبي والرياض وجدة والكويت والدوحة، وهذا يخلق سوقا كبيرة قابلة على استيعاب مختلف المشاريع التجارية والاقتصادية. وتبقى الورقة الأهم الثروات الطبيعية ومنها النفط. ففي وقت كان كل الكوكب يتحدث عن الطاقة البديلة والمتجددة، جاءت حرب أوكرانيا وروسيا لتضع مصادر الطاقة الأحفورية على عرشها مجددا. فمن يملك النفط والغاز يملك أوراق النصر. ويرافق كل هذا قوة عسكرية في طور التشكل، فكل من السعودية ومصر تملكان قوة عسكرية لا يستهان بها، وبالتالي تكريس نفسها كقوة إقليمية وتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة. وكل هذا يمهد لدور قادم لدول الشرق الأوسط، فالفرصة قد حانت لمن أراد الظهور، فالآن هو وقت تتحول فيه الأمور، والكل يريد تولي القيادة، لأن العالم في طور تشكل جديد، وفي الغالب أنه في طريقه إلى عالم متعدد الأقطاب، يعترف فقط بالقوي والحاضر والمستعد.